بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في سلسلة تعليم مادة تحليل الإجهادات Stress Analysis. إن شاء الله النهاردة هنبدأ نتكلم في السكشن رقم 4 ونتكلم عن الشابتر رقم 2، شابتر الإلاستيك كونستانس أو ثوابت المرونة. كنا اتكلمنا عن موضوع الوحدات وعرفنا الوحدات عندنا النظام الإنجليزي والنظام المتري، وإزاي أبدأ أحول من الكلام ده ومجموعة التحويلات اللي أبدأ أستخدمها في المسائل. كنا قلنا الاسترس، ودايما بعرض السلايد اللي قدامنا دي، الاسترس عندنا بينقسم إلى النورمال والشير، وما زلنا شغالين في النورمال استرس. والنورمال بينقسم عندنا إلى كذا نوع، النوع اللي احنا مركزين عليه النوع بتاع التنسايل والكمبريشن. زي ما كنا عارفين ان التنسايل اللي هو بيكون عندك لود مؤثر على مساحة المقطع، بيكون عليها عمودي، بيحسب الكلام ده، بيحسب لك الاسترس اللي هو التنسايل استرس. ونفس الكلام في الكمبريشن بس بإشارة معاكسة. عندنا هنا القوانين الأساسية اللي نبدأ نشتغل عليها، قانون بتاع الاسترس، وقلنا الاسترس يساوي قوة على مساحة، والاسترين بيساوي الدلتا ال على ال ال، حيث ان الدلتا ال بتساوي التغير في اللي هو التغير في الطول، اللي هو عبارة عن الطول الفاينل ناقص الطول الأصلي على الطول الأصلي. وعندنا حاجة اسمها المودرس اوف الاستيستي اللي هو الرمز بتاعها ايه، بتكون بتساوي الاسترس على الاسترين. والكلام ده لو فكناه، شلنا الاسترس نحط مكانه قوة على مساحة، ولو شلنا الاسترين نحط مكانها دلتا ال على ال على ال، نعدل شكل المعادلة يبقى عندك ان الاي مودرس نفسها بتساوي الاف في ال على المساحة في الدلتا ال. من هنا يقدر يحسب لك حاجة اسمها التوتال ديفورميشن او الاستطالة اللي بتأثر على العينة بتاعتي. لو انا جبت الدلتا ال في طرف لوحدها، يبقى اذا ان الاف في ال على الاي في الاريا. عندك قانون تاني اسمه المودلس اوف ريجيديتي، وده بيقول لك اللي هو عبارة عن الجي، الرمز بتاعه جي بتساوي الاي على 2 واحد واحد زائد الميو، حيث ان الميو دي اللي هي عبارة عن البواسين ريشيو. وقلنا البواسين ريشيو اللي القانون بتاعها بيساوي ايه؟ بيساوي الابسلون في الاتجاه بتاع الواي على الابسلون في الاتجاه الاكس، او بمعنى اللاترال استرين على اللاترال على الاكسيال استرين. وقلنا عندنا اللاترال استرين بيساوي الاتش فاينل ناقص الاتش نوت على الاتش نوت. واللاترال في حاله لما يكون عندك العينه عباره عن قطر اللي هو الدي فاينل ناقص الدي نوت على الدي نوت. وفي حاله الاكسيال استرين بيكون عباره عن ال فاينل ناقص ال نوت على ال نوت. يبقى اذا عندك البواسين ريشيو هنا بتساوي ايه؟ لو احنا شلنا الكلام ده وطبقناه في المعادله اللي قدامنا، يبقى عندنا هنا اللاترال عباره عن الدلتا دي على الدي، والاكسيال عباره عن الدلتا ال على ال ال. في قانون عندنا تاني اللي هو البالك مودلس اللي هو الرمز بتاع الكي بيساوي الاي على 3 1 ناقص 2 ميو. نجد عندنا هنا اللي احنا عندنا رمز الكي ورمز الجي ورمز الاي، او المودلس اوف الاستيستي والمودلس اوف ريجيديتي والبالك مودلس، وكل ماتيريال عندنا لازم يكون ليها الخواص دي، فدي يعتبر من الخواص بتاعت الماتيريال لاي عين لاي ماتيريال عندنا. في مجموعه من القوانين الثانيه اللي هي القانون الخاصه بالجنرالايزد هوكس لو. يعني ايه الكلام ده؟ احنا كنا الفترات اللي فاتت اللي احنا شغالين عليها شغالين على عينه بيكون عليها يونيال اكسيال لود في اتجاه واحد. طب في حاله لما يكون عندنا هنا اللود بقى عندي اتجاه اكس وفي اتجاه واي وفي اتجاه زد، يبدا الكلام ده ياثر معايا في القوانين او الكلام اللي انا شغال عليه. الحاله اللي عندنا هنا هنبدا نشتغل في الاتجاهات الثلاثه، فاذا عندك الاسترين في اتجاه الاكس والاسترين في اتجاه الواي والاسترين في اتجاه زد. يبقى اذا القانون بتاع الاسترين في اتجاه الاكس بيساوي واحد على الاي، افتح قوس السيجما اكس ناقص الميو، افتح قوس السيجما واي زائد السيجما زد، نقفل القوس. نفس الكلام بالنسبه للاسترين في الاتجاه الواي، هنبدا نغير الرموز اللي هيبدا يستخدمها، يبقى واحد على الاي حيث ان الاي هنا اليونج مودلس، وهنا السيجما واي ناقص الميو سيجما اكس زائد السيجما زد.
نفس الكلام للاستريم في اتجاه الزد بيساوي 1 على الاي السيجما زد ناقص الميو في في السيجما واي زائد السيجما اكس. لو احنا لاحظنا كده وقلنا لو احنا شغالين في الحاله العامه اللي احنا كنا شغالين عليها الحاله الاساسيه، لو انا عندي هنا القانون الاولاني ده، لو انا عندي قوه في اتجاه الاكس فقط، يبقى اذا عندي سيجما زد والسيجما واي ب 0، ويبقى اذا عندك المعادله رجعت لاساسها الخالص اللي هو عباره عن الاسترين بيساوي الاسترس على الاي مضاس. في عندنا قانون بتاع الفوليومتريك استرين اللي هو بيكون عباره عن ايه، اللي هو السيجما في بتساوي الدلتا في على الفي نوت. يعني الكلام ده بيساوي ايه؟ هو مجموع السيجما الاسترين اكس والاسترين واي والاسترين زد. طيب الكلام ده نقدر نبسطه بمعادلة تانية، يبقى عندي الاسترين في اللي هو الحجمي او الاسترين فوليوم بيساوي بسطه مقام 1 ناقص 2 ميو على الاي افتح قوس السيجما اكس والسيجما واي والسيجما زد. سيجما اكس يعني اللي هو قوة على المساحة اللي جاية في اتجاه الاكس، والسيجما واي قوة على المساحة في الاتجاه بتاع الواي، والسيجما زد قوة على مساحة في الاتجاه زد. والميو هنا عبارة عن البوصين ريشيو، والاي هنا خواص من خواص الماتيريال لليانج مودلز. نبدأ نشوف الأمثلة ونطبق بالكلام ده. في المثال اللي قدامك عندك هنا عاوزك تقدر تحسب قيمة المودلز اوف الاستيستي والمودلز اوف ريجيستي، وعاوزك تحسب البالك مودلز والبوصين ريشيو. زي ما احنا جبناها على جنب كده، دي القوانين هبدأ استخدمها في المسألة. فالمطلوب الاولاني ان انا عاوز احسب قيمه الاي مودلس بتساوي الاسترس على الاسترين. نبدا نقرا المساله. قال لك المساله عندك القطر بتاع المساله عباره عن 25 وعليها لود قيمته 40 كيلو نيوتن، والدلتا ال بتاعتها قيمتها 8%، والطول بتاع العينه عباره عن 200 ملم، والتغير في القطر عباره عن 3/1000 ملم، وعاوزك تحسب الكلام ده. زي ما احنا شفنا القانون الاولاني عندنا اللي هو الاي مودلس عايز احسبه، هيبقى عندي هنا المجهول الاسترس والاسترين. هبدا احسب قيمه الاسترس، اقول الاسترس بيساوي ايه؟ قوه على مساحه. يبقى اذا القوه عندي هنا بقيمتها 40 كيلو نيوتن، اقسمها على المساحه اللي هي عباره عن باي على 4 في القطر تربيع اللي هو القطر عندي 25، واطلع قيمه الاسترس. طب قيمه الاسترين في الاتجاه بتاع الاكس او الاتجاه بتاع الاكسيال بيساوي ايه؟ تغير في الطول على الطول الاصلي. التغير في الطول هنا مديلي قيمته على طول، قيمته اللي هي 8/100 على الطول الاصلي بتاع العينة عبارة عن 200. اقدر اطلع الكلام ده، اقسم قيمة الاسترس على قيمة الاسترين، يبقى انا حسبت المودلس اوف الاسيستي بالناتج بتاعها. بعد كده عاوز يحسب قيمة المودلس اوف ريجستي والبالك مودلس والباسونريش. عشان يبدأ يحسب القيمة بتاعت المودلس اوف ريجستي هيبقى محتاج عنده هنا حسبت الاي خلاص، يبقى ناقصك البواسطين ريشيو، فتلقائي هتروح للقانون بتاع مين؟ بتاع البواسطين ريشيو اللي هو بيساوي ايه؟ بيساوي السالب بتاع السترين اللاتيلر على السترين الاكسي. طب الاكسل انا عارفه اللي هو عباره عن ايه؟ الدلتا ال على ال ال. طب اللاتيلر عندك هي بيساوي ايه؟ اللاتيلر عندي هنا بيحسب اللي هو ايه؟ الدلتا دي على الدي. مدين هنا التغير في القطر اللي هو عبارة عن ايه؟ 3/1000، ويقسمه على 25، يبقى انا كده جبت مين؟ الاسترين لاترال. اقسم الكلام ده على الاكسل، يبقى انا طلعت قيمة البواسطين ريشيو. طلعت قيمة البواسطين ريشيو، اقدر اعوضها في القانون بتاع المودلس اوف ريجيديتي، بقت كله عندي هنا معطى، يبقى الكلام ده اقدر اطلعه بسهولة جدا. والمطلوب الاخير عايزك تحسب قيمة البالك مودلس، والبالك مودلس عندنا القانون بتاعها اللي هو بيساوي ايه؟ اللي هو الاي على 3 افتح قوس 1 ناقص 2 ميو. بقت عندي الاي موجوده والبواسطين ريشيو عندي موجوده، اقدر احسب الكلام ده وتطلع بالوحدات اللي انت شغال بيها. نبدا نشوف مثال تاني. نبدا نشوف في المثال اللي بعد كده عندنا البار قطره عباره عن 30 ملم عليه لود قيمته 60 كيلو نيوتن، وعندك الطول بتاع العينه بتاعتك عباره عن 200 ملم، وقال لك بيحصل لها تغير في الطول قيمته 1/10 ملم، وتغير في القطر عباره عن
4 من 1000 ملي متر. عاوزك تحسب معامل يانج، وعاوزك تحسب الفاسين ريشيو، وعاوزك تحسب البلك مودلس. ابدا احط القوانين بتاعتي قدامي وابدا اشتغل على المساله بتاعتي. اقدر احسب قيمه اليانج مودلس عن طريق القانون بتاعها اللي هو القانون العام، ان اليانج مودلس بيساوي الاستريس على الاسترين. طب الاسترس بيساوي ايه؟ الاسترس عندي بيساوي القوه على مساحه، يبقى اذا القوه عندي ب60 × 10³ على المساحه. المساحه دي عباره عن ايه؟ لا باي على 4 في القطر تربيع. القطر عندي هنا 30 ملم. حسبت قيمه الاسترس. طب قيمه الاسترين، الاسترين بيساوي الدلتا ال على ال. طب الدلتا ال هنا مداني قيمه التغير في الطول 1/10 على الطول الاصلي اللي هو عباره عن 200. اقدر اقسم الكلام ده على بعضه واطلع قيمه الاسترين. من القانون بتاع اليانج مودلس هبدا احسب اقسم الاسترس على الاسترين، يبقى انا طلعت قيمه اليانج مودلس. طب البواسين ريشيو عايز احسبها. انا عارف ان الميو بتساوي اللاترال استرين على اللونجيتودنال استرين او الاكسيال استرين. طيب اللاترال عندك عباره عن ايه؟ عباره عن الدلتا دي على الدي، والاكسيال استرين او اللونجيتودنال استرين بتساوي كام؟ انا لسه حاسبها فوق، اللي هي بتساوي اللي هو بتاع الاسترين عندي اهو، اللي هو بتساوي ايه؟ القيمه اللي قدام. يبقى الدلتا دي على الدي، هو مديني هنا التغير في القطر اللي هو عباره عن ايه؟ 4 من 1000 على القطر بتاع اللي هو عباره عن 30. اقسم الكلام ده على ده، اقدر اطلع قيمه البواسين ريشيو. طيب بعد كده اقدر احسب قيمه البلك مودلس من القانون بتاع الكي، بيساوي الاي على 3 افتح قوس 1 − 2 ميو. انا عندي جبت الميو اللي هي القيمه اللي عندنا اللي هي 26، وعندي الاي لسه حاسبها في القانون اللي قبل كده. يبقى انا اقدر احسب قيمه البلك مودلس والوحدات على حسب الوحده اللي انت شغال عليها باليانج مودلس. نبدا نشوف مثال تاني. عندنا رود، الرود مصنوع من الستيل، الطول بتاعه عباره عن 5 متر، والقطر بتاعه عباره عن 30 ملم متر. عليه اكسيال تنسايل لود اللي هو قيمته 50 كيلو نيوتن، وعايزك تحسب التغير في الطول والتغير في القطر والتغير في الحجم. وقال لك ان الاي مودلس عندك ب2 × 10^5 نيوتن على الملي متر تربيع، يعني ميجا باسكال، والبواسون ريشيو عباره عن 25. وده شكل العينه بتاعتك، وادي شكل الكلام اللي انا هنبدا نشتغل عليه. عشان اقدر احسب التغير في الطول، انا عارف ان التغير في الطول بيساوي ايه؟ انا عارف ان الاسترين بيساوي الدلتا ال على ال، وانا عندي ال، يبقى انا محتاج ان انا اروح اجيب مين؟ قيمه الاسترين. يبقى اجيب قيمه الاسترين منين؟ انا عندي الاي مودلس، يبقى اذا عندي الاي مودلس بتساوي الاسترس على الاسترين. يبقى الاسترس على الاي مودلس، يبقى انا اقدر من هنا احسب قيمه الاسترين. يبقى الاسترين بيساوي الاسترس على الايه؟ على الاي مودلس. طب الاسترس نفسها بتساوي ايه؟ قوه على مساحه. القوه اللي عندي قيمتها 50 كيلو نيوتن اقسمها على مساحه اللي هي باي على 4 في 30 تربيع. يبقى انا كده حسبت مين؟ الاسترس. طب والاي مودلس عندي قيمتها اللي هو 2 × 10^5. اخلص الكلام ده اقدر اطلع قيمه الاسترين. طب جبت قيمه الاسترين في الاتجاه اللي هو الاكسيال، يبقى اذا الاسترين بيساوي دلتا ال على ال، هو عايز يحسب التغير في الطول. يبقى الدلتا ال بتساوي ايه؟ اضرب الاسترين في الطول، يبقى انا قدرت احسب قيمه الدلتا ال. عشان اقدر احسب قيمه التغير في القطر، انا كنت عارف ان التغير في القطر اللي هو بيساوي ايه؟ اللي هو القانون بتاع اللاترال استرين اللي هو الدلتا دي على الدي. يبقى لازم الجا للقانون بتاع البواسين ريشيو اللي هو بيساوي اللاترال استرين على اللونجيتودنال استرين. اللونجيتودنال استرين انا لسه حاسبها فوق، واللاترال عباره عن ايه؟ الدلتا الدلتا دي على الدي. طيب يبقى انا اذا عندي هنا القيمة بتاعت الاسترين البواسين ريشيو موجودة اللي هي قيمتها 25، وعندي قيمة اللونجيتودنال بتاعت الاسترين لسه حاسبها من القانون بتاع الاسترس على الاي مودلس. اضرب الكلام ده في بعضه واقدر احسب قيمة اللاترال استرين.
اقول والله يبقى اذا اللاترال سترين بتساوي الدلتا دي على الدي. طيب يبقى اذا التغير في القطر عندي هنا، القطر عندي قيمته 30، اضرب ده في ده، يبقى انا عايز اطلع قيمة مين؟ التغير في القطر. عايز يحسب التغير في الحجم، انا عندي الفوليومتريك سترين اللي هو الدلتا في على الفي. طب الحجم بتاعي اللي هو هنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن ال باي على 4 في القطر، ال 30 تربيع في الطول اللي هو 5 متر في 10 اس 3 عشان اشتغل بالوحدات بالملي. الكلام ده اقدر احسبه ازاي؟ انا عندي والله الفوليومتريك سترين اللي هو عبارة عن ايه؟ اللي هو سيجما اكس زائد سيجما واي، السترين اكس باتجاه واي، واكس اكس وواي وزد. اقدر اجيب الكلام ده، انا عندي هنا ايه التغير في الطول واللاترال، عندي لسه حاسب قيمتها، وعندي في الاتجاه الثالث هتكون اللاترال. يبقى انا اقدر الكلام ده اقدر احسبه عن طريق ايه؟ انا عندي الدلتا ال على ال ناقص 2 دلتا دي على الدي. اقدر احسب الكلام ده واضربها في الحجم، يبقى انا حسبت التغير في الحجم. او ممكن من الطريقه الثانيه، لان عندي القانون بتاع الاسترين بتاع الفي بيساوي 1 على 1 ناقص 2 ميو على الاي، والسيجما اكس والواي والزد انا عندي واي وزد بصفر، وعندي سيجما اكس لسه حاسبها، وموجود عندي الميو وعندي ايه الاي. يبقى انا حسبت الاسترين الفوليوم بتاعه اضربه في الحجم، طلعت قيمه التغير في الحجم. في المثال اللي بعد كده عندنا عايزك تحسب تغير في الطول وفي العرض وفي السكنس، وقال لك ان انت عندك ان الطول بتاع الشكل اللي قدامك عبارة عن 4 متر، وفي العرض 30 ملم، وفي السكنس 20 ملم، وعندك اكسيال لود قيمته 30 كيلو نيوتن في الاتجاه بتاع الطول. فهنعتبر ده اتجاه الطول، وده الاتجاه بتاع العرض، وده الاتجاه بتاع السكنس. وهنا عندك اللود متعرض في الاتجاه بتاع الطول، وقال لك ان انت عندك الاي مودولاس بتساوي كام؟ 2 في 10 اس 5 ميجا باسكال، والبواصين ريشيو عباره عن 3 من 10. عشان اقدر احسب التغير في الطول، يبقى انا عايز احسب قيمه مين؟ عايز احسب قيمه الاسترين اللي بتاثر على الجسم اللي قدامي. طب عشان اقدر احسب الكلام ده، اول حاجه هبدا احسب ايه؟ اقول له والله اللي عندي الاسترين بيساوي الاسترس على الاي مودلس. طب الاسترس قوه على المساحه، القوه اللي عندي عباره عن كام؟ 30 في 10 اس 3 على المساحه، مساحه المقطع اللي عندي. شايفين المساحه المتظلله دي؟ هي دي مساحه المقطع. يبقى المساحه دي عندي عباره عن ايه؟ اللي هو البي في التي، اللي هو العرض في السمك، اللي هو كام؟ اللي هو عباره عن 30 في ال 20، بقت دي مساحه الكروس سكشن اللي انت هتبدا تشتغل عليه، لان دي اللي تكون عمودي على مساحه المقطع. وعندي الاي مودلس قيمتها ب 2 في 10 اس 5، من هنا اقدر احسب قيمه مين؟ اقدر احسب قيمه الاسترس. يبقى اذا انا عاوز احسب قيمه التغير في الطول، يبقى اذا الدلتا ال على ال اللي بتساوي الاسترين، اضرب الاسترين في الطول، طلعت قيمه مين؟ الدلتا ال. بعد كده هو طالب منك ان انت تجيب التغير في العرض، يبقى اذا انت عايزك تحسب قيمه اللاترال سترين بتساوي الدلتا بي على البي. طب عشان اقدر احسب قيمه اللاترال سترين، هو مديلي البواصين ريشيو القانون بتاعها، او هو مديلي قيمتها 3 من 10. يبقى البواصين ريشيو بتساوي ايه؟ اللاترال سترين على اللونجيتودينال سترين. انا اللونجيتودينال سترين موجود عندي لسه، كنت حاسبها قيمتها، اضربها في البواصين ريشيو وجبت اللاترال سترين. يبقى اذا الدلتا بي على البي، انا عندي قيمه البي اللي هي عباره عن 30، اضرب البي في اللاترال سترين، يبقى انا حسبت التغير في العرض. نفس الكلام بالنسبه للسمك، اضربه في السمك، يبقى انا حسبت قيمه التغير في السمك. نشوف في المثال اللي بعد كده، عاوزك تحسب قيمة اليانج مودلس ويحسب قيمة البواصين ريشيو. لما يكون عندك العينة اللي قدامك عبارة عن الطول بتاعها والعرض بتاعها عبارة عن
30، الطول بتاعها 30 والعرض 4 سنتي، والسمك بتاعها عبارة عن 4 سنتي. معرضة لأكسيال لود عبارة عن قيمته 400 كيلو نيوتن في الكمبريشن، يعني هتكون القوة في الاتجاه العكسي. وعايزك تحسب التغير في الطول، أو وبيقالك إن التغير في الطول اللي هو الدلتا ال قيمته 75 من 1000، وعندك التغير في العرض بيكون 3 من 1000. يبقى هنا ببساطة أول حاجة تبدأ تعملها إيه؟ هو عايز يحسب تغير، عايز يحسب قيمة الـ E مودلس. يبقى الـ E مودلس بتساوي إيه؟ الاسترس على الاسترين. يبقى الاسترس عايز أقدر أحسبها، الاسترس بتساوي إيه؟ قوة على المساحة. أقدر من القانون بتاع القوة على المساحة أقدر أحسب منه قيمة مين؟ الاسترس. المساحة اللي عندي هنا هتكون مساحة مين؟ اللي هو عبارة عن الأربعة في الأربعة، 4 سنتي في 4 سنتي، وعندي هنا القوة، يبقى أنا قدرت أحسب الاسترس. وعاوز احسب قيمة الاسترين. الاسترين هنا هو مديلي التغير في الطول ومديلي التغير في العرض. يبقى اذا من الاسترس اقدر احسبه، الاسترين اقدر احسب اللينجتودنال الاسترين اللي هو عبارة عن ايه؟ الدلتا ال على ال ال، والدلتا ال مديلي قيمتها على الطول بتاع الطول بتاع العينة اللي عندي، اقدر منها احسب منها اللينجتودنال الاسترين. وفي حالة اللاترال ريسترين اقدر اقول له والله ان الدلتا بي على البي. يبقى انا عندي هنا التغير في العرض وعندي هنا القيمة بتاعت البي، يبقى انا اقدر حسبت القيمة بتاعت الاسترين اللاترال او اللاترال ريسترين. اقسم الاتنين دولت على بعضهم، يبقى انا حسبت مين؟ المطلوب التاني اللي هو البوسن ريشيو. طيب عشان احسب الاي مودلس انا عندي الاسترس على الاسترس على الاسترين. انا عندي هنا قيمة الاسترس حاسبها من القوة على المساحة، وعندي هنا الاسترين اللي هو في حالة اللينجتودنال قيمته اللي انا لسه مطلعها اللي هو الدلتا ال على ال ال. اقدر اعمل الكلام ده واقدر احسب الكلام ده واطلع القيمة بتاعته. في المثال اللي بعد كده عندنا عينة، العينة بتاعنا عبارة عن ميتاليك بار، الأبعاد بتاعتها عبارة عن 300 × 100 × 40، ومعرضة لحمل في 5 كيلو نيوتن في حمل شد، و6 كيلو نيوتن حمل شد في الاتجاه الواي، وفي الاتجاه بتاع الزد قيمته 4 كيلو نيوتن. وعايزك تحسب التغير في الحجم، وقال لك إن الإي مودلس بتاعتك عبارة عن 2 × 10^5 نيوتن على المليمتر تربيع، والباوسين ريشيو عبارة عن 25 من 100. طب نبدأ نحسب الكلام ده ازاي؟ انا عندي هنا عشان احسب التغير في الحجم كان عندنا القانون العام اللي احنا عارفينه، اللي هو القانون اللي قدامنا اللي هو ايه؟ اللي هو الدلتا في على الفي بتساوي 1 على الاي، اللي هو سيجما اكس زائد سيجما واي زائد سيجما زد 1 ناقص 2 ميو. طب عشان اوصل للقانون ده اقدر احسب ايه بقى؟ يبقى انا محتاج احسب السيجما اكس وسيجما واي وسيجما زد. طيب السيجما اكس في الاتجاه بتاع الاكس اقول له والله ان القوه على المساحه، يبقى القوه اللي عندي في الاتجاه اكس اللي هو عباره عن 5 × 10^3 واقسمها على المساحه اللي هي عباره عن كام؟ 100 × 40، اطلع سيجما اكس. طبعا عشان اطلع سيجما واي، سيجما واي عباره عن هنا 6 × المساحه بتاعتها اللي هي 300 × 40، وفي السيجما زد هنا 400 × 4 × 10^3 او 4000 نيوتن على المساحه اللي هو عباره عن 100 × 300. قدرت احسب السيجما اكس والسيجما واي والسيجما زد، وهو مديلي البوسين ريشيو قيمتها موجوده، ومديلي الاي مودلس قيمتها موجوده. اقدر اخلص الكلام ده، ويبقى انا حسبت هنا الاسترين فوليوم. اضرب الاسترين فوليوم في قيمه الحجم اللي هو عباره عن 100 × 300 × 40، اقدر اطلع قيمه التغير في الحجم اللي هو طالبه. في المثال اللي بعد كده نفس الكلام، يعني نفس الكلام، عاوز يحسب التغير في الحجم، بس هنا الاختلاف اللي هو بدا يديك الفرصه هنا في الاتجاه بتاع الكومبريشن، فالاختلاف الوحيد اللي هيبدا يتغير عندنا هو في الاشاره. هيبدأ يحسب الاسترس في اتجاه الاكس واتجاه الواي واتجاه بتاع الزد.
ويبدأ يحطهم في القانون القانون ده، ويبدأ يعوض بيه، ويقدر يحسب قيمة مين؟ تغير في الحجم. وهنا في المطلوب رقم 2 قال لك احسب لي، عاوز يحسب قيمة الفورس اللي بتأثر هنا في حالة لما يكون عندك الدلتا في على الفي بتساوي صفر. أقدر أعوضها في المعادلة العامة، وأقدر أحسب قيمة القوة اللي بتأثر هنا، وتطلع القوة بتاعتك في القيمة اللي أنت عارفها. وممكن تقول له هنا اللي الفرق بين الاتنين قيمتهم طلعت الرقم اللي قدامك. دي مجموعة من المسائل ممكن تطبق عليها اللي موجودة في المرجع عندنا، وتقدر تعمل تشيك عن طريق النتائج الموجودة عندك أو الحل بتاعها أو النتائج النهائية بتاعتها. احنا كده خلصنا السكشن بتاع النهاردة. كل مطلوب عندك ان انت تبدأ تطبق الكلام ده بإيدك بالآلة الحاسبة وبالورقة والقلم، وتبدأ تشتغل في المسألة واحدة واحدة لحد ما تعرف ازاي بتبدأ تستخدم القوانين بتاعتك وازاي بتبدأ تعوض. وإن شاء الله نلتقي في سكشن أخرى، وبالتوفيق إن شاء الله.